العدوى في جامعة السوربون بباريس، وجي بداية لتحضير للتجمع السنوي اللي تعدلوا الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي على مستوى أوروبا والعالم. واللي على كل حال على طول النهار اليوم والجلسة متواصلة ولا زالت متواصلة، وأساسا متعلقة بالجانب القانوني والجانب الإنساني لما يخص الصحراء الغربية والشعب الصحراوي في المدن المحتلة والشرعية الدولية والقانون. واللي على كل حال حضرها الكثير من الناس المختصة والناس الباحثة والناس المهتمة بالموضوع، بالإضافة إلى مشاركة الكثير من المختصين اللي قدموا محاضرات ومداخلات ومجموعة كبيرة من النشطاء الحقوقيين اللي حتى هم عندهم خبرة وعندهم معرفة جيدة للميدان والقانون. وعلى كل حال قطعا اللي تكون عندها صدى كبير وتأثير إيجابي على القضية الوطنية، خاصة على هذه المستوى، هذه الساحة الفرنسية.